ما هي قراءتكم لتوجيه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش رسالة لمجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تلفت انتباه المجلس إلى ملف غزة الذي يعرض الأمن والسلم الدوليين إلى الخطر؟ نعم، يعني هذا التوجه الذي جاء بالأمس من الأمين العام للأمم المتحدة هو توجه مقبول، وكنا ندعو خلال الأيام الماضية إلى ضرورة اتخاذ هذه المؤسسة الأممية خطوات جادة وفورية في ملاحقة هذا الاحتلال الإسرائيلي وإدانة واستنكار كافة الجرائم التي تحصل في قطاع غزة في هذا العدوان المستمر. التصريحات بالأمس لا شك أنها جاءت في السياق الصحيح ولم تأتي عبثا، هي جاءت بعد أيام. اليوم هو اليوم 62 من هذا العدوان الإسرائيلي المستمر من عمليات القتل المنهجي بحق الأطفال والنساء والمدنيين، بالتالي لم يعد مقبولا لأحد أن يبقى ساكتا على ما يجري من جرائم ومن كذلك عمليات إبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة. ما حصل بالأمس هو تصريح إيجابي من الأمين العام للأمم المتحدة ورسالة وجدت صدى لها في مجلس الأمن وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء. هي رسالة الأولى من نوعها التي تصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة خلال فترة ولايته منذ سنوات مضت. بالتالي وجدنا أيضا ردود الفعل الإسرائيلية عليها فورية، فرأينا كيف هاجم السفير الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة وطالبه بالتنحي وضرورة عزله من منصبه، لأنهم يعلمون أن هذا التحرك لو تم تقنينه وتنظيمه وفق المنظومة الدولية فمن شأنه أن ينزع الشرعية الممنوحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأن يكون هنالك نوع من فرض العقوبات الدولية عليها لثنيها عن الاستمرار في العدوان المستمر على قطاع غزة وكذلك عمليات القتل الممنهجة بحق الأطفال والنساء والمدنيين وعمليات الإبادة التي تحدث في قطاع غزة.